اسمي إيمان، أشتغل في فودافون في مشروع الجوهرة. والجوهرة عبارة عن قناة خاصة تمكن المرأة القطرية بالعمل بطريقة تناسب عاداتنا وتقاليدنا. خلال حياتي صارت تغيرات كثيرة في قطر، كنا في السابق نعيش في البرد، أما الحين صارت قطر دولة حديثة وعصرية، لكن بعض الأشياء تغيرت بسرعة أكثر من غيرها. وأنا في 30 من عمري وعندي 7 أطفال، وأغلب الرجال عندنا يشوف أن المرأة لا ينبغي أن تعمل بحسب العادات والتقاليد، لكن زوجي شجعني للعمل في هذا المجال الخاص بالمبيعات في قسم الجوهرة بفودافون، بعد ما كنت مكتفية بكوني زوجة وأم وما مارست أي وظيفة أو حتى كمل دراستي. كنت في البداية خايفة شوي من الفكرة، بس سوزي جزاها الله خير علمتنا كيف نكون بائعات من الطراز الأول، وأمهات فخورات وملتزمات بعاداتنا وتقاليدنا. لما خلصت التدريب في مشروع الجوهرة حسيت كأني تخرجت، وكان استلامنا للشنطة الحمراء تجربة ما كنا نحلم فيها، واللي أعطتنا الثقة بأن بالفعل سيدات أعمال. وكانت لحظة فخر لي لما قدرت أبيع منتجات فودافون للعملاء من شركات منافسة، وبعت لجاراتي وصديقاتي في الأماكن القريبة والبعيدة، وقد تمكنا على نحو دائم أن نتفوق على الهدف المرسوم لنا في مبيعاتنا. ولذلك فإن الرواتب التي نحصل عليها قد جعلتنا نشعر بالفارق المعيشي، كما أعطتنا الإحساس بالاستقلال المادي. وقد كان الأمر بالنسبة للبعض يشبه ببساطة الحصول على رخصة قيادة السيارة، أما بالنسبة لي فإن ذلك كان معناه أن تنتقل عائلتي إلى منزل أكثر اتساعاً. وقد كنا نقيم في المنزل القديم في غرفتين تكتظ ب9 أشخاص، ويمكنني الآن أن أقوم بشراء الألعاب لأطفالي، وأنني أقوم في المساء بعد انتهاء من عملي اليومي بالدراسة لكي أحصل على شهادة دراسية حتى ألتحق بأحد المعاهد الخاصة بدراسة الأعمال. وكان أكثر شيء مهم بالنسبة لي هو حصول عيالي على التعليم المناسب اللي يأهلهم لاتخاذ القرارات المناسبة لهم واللي يحدد مستقبلهم. إنني لم أعد أشعر بالقلق حولهن، فإنهم بالفعل يمثلون الجوهرة أو الجواهر الصغيرة، لأن هذا هو الوصف الذي نعطيه لهم، حيث أنهم يشعون كالضياء الساطع مثل الجواهر أو الألماس قبل أن يرتدين العباية. لقد تعلمت كيف أحافظ على الحيوية والإشراق طيلة فترة عملي، وأن أطفالي سيصبحون مثلي إن شاء الله.